انت كوكتيل اروح الجنوب واجي للشمال الشمال ونطلع كل مكان كل مكان وين تبي جوكر. طيب الف مبروك للي فايز معنا بصوت الجمهور واللي صوت لهم الجمهور. طبعا النتيجه من الجمهور واحد في المية. في فريق حاصل على 49% وفي فريق حاصل على 51%. نفسكم اللي راح. والله؟ والله أنا نفسه. ومن اللي فاز أنا؟ 49 و51. ومن اللي فاز؟ لقمت. فزت أنت وقتها؟ لا. الحين ألف مبروك لمحمد وسلطان. كنت متوقع. يا اخي تعالوا دقوا الزر. عادي بس تستاهل يا ابو صالح والله تستاهل. عادي عادي بس ودي انهزم انا 20%. لا لا بس بس خلاص خلاص. لا 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 والله لا رصيد ولا لا والله لا والله ما في رصيد. انا 700 والله عادي والله. وفي الاخير ايش؟ وفي الاخير عودتك. والله انكفلت. ليه ليه؟ والله انكفلت. عيدها عيدها وارفع يدي فوق. لا لا. ألف مبروك للفريق اللي فاز بتصويت الجمهور في تويتر. ألف مبروك لمحمد وسلطان. ايش دخلكم انت؟ ماسك يدك لكن ما رفعتها. وألف مبروك للي فاز معنا اليوم كامل ب 500 درجة في فقرة المطبخ. مين؟ الله. طبعا الحاجه اللي كان فيها عيب بسيط ان الشيف اللي دخلوا معنا قبل شيء كلهم يقولون ايش طبخاتهم كويسه وهذا يعني بيسوي تعادل من ناحيه اصوات الشيف. لكن الف مبروك للفايز معنا ب 500 او 1000 ريال. يا الله يا كريم. انا مطفر. انا رايح فين؟ انت مطفر بعد؟ هذا مطفر. انا وانت محمد كيف رصيدك؟ انا سالب 200. والله والله وانت والله سالب 200 والله العظيم. وانت يا سلطان؟ لا سلطان معك فلوس واجد. لا لا حط الرجال هو اكثر منه. الف مبروك للفائزين معنا اليوم. نواف وحمد. يا شباب بالله لونج هنا اي واحد ياكل من الاكله ما هو في المطبخ خصم 200 ريال. خصم 200 ريال حسن حبيبي بلبي. لا طم لا طم ما طال 100 ريال.